بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في شرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدثير رضي الله تعالى عنه بأدلته التي استند إليها. وما زلنا في فرائض الصلاة، وقد انتهينا من الفريضة الأولى والثانية، وهما النية وتكبيرة الإحرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الارتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلا. وثالثها القيام لها في الفرض، أي القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض، فلا تجزئ فيه من جلوس ولا في حالة الانحناء، بل حتى يستقل قائما. وقولنا في الفرض زدناه لإخراج النفل. القيام لها في الفرض أي القيام بتكبيرة الإحرام في الفرض، أما في النفل يجوز أن يكبر للنفل وهو جالس. صلاة القيام مثلا، واحد تعبان والإمام بيطول في الصلاة، فهو جالس يقول الله أكبر ويظل جالسا حتى إذا ركع الإمام قام وركع معه، أو قبل الانتهاء من القراءة قام يعني شوية وراء الإمام ثم ركع معه. هذا جائز في الإيه؟ في النفل. ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في النفل وهو جالس ويقرأ، حتى إذا بقي من قراءته 30 آية أو 40 آية قام وقرأها ثم ركع، يعني في قيام الليل. فدل ذلك على أن القيام لتكبيرة الإحرام في النافلة ليس بواجب، بل يجوز في النافلة أن يصلي ركعة من جلوس وركعة من قيام، سواء الأولى أو الثانية، يعني الركعة الأولى قائم ثم جلس في الثانية، أو الركعة الأولى جالسا وفي الثانية قام، كل هذا جائز، سواء يعني لصاحب العذر أو الغير. أحسن واحد يقول لا ده للمعذور، لا، هذا جائز في النافلة، يجوز للصحيح والمريض. لكن الفرق بينهما أن الذي يصلي النافلة وهو جالس مع القدرة على القيام على النصف من صلاة القائم، يصلي النوافل وهو جالس ويقدر على القيام يبقى له نصف الثواب، نصف ثواب الصلاة. لكن المريض له ثواب الصلاة كاملا. أما في الفرض لا يجوز طبعا إلا لمن عجز عن القيام. ليه؟ لأن الحديث طبعا في صحيح مسلم وفي البخاري، حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وكانت به بواسير، قال: زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي بواسير، فقال لي: يا عمران صل قائما. ده دليل الفرضية، القيام لتكبيرة الإحرام، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى في الفرض
لا يجوز له أن يترك القيام إلا إذا عجز عن القيام. أما في النافلة مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في بعض الناس يخطئ في وهو مريض، يقدر على تكبيرة الإحرام قائما، اللي بيصلي على الكراسي، اللي ما عندوش فقه تلاقيه جاي من البيت ماشي ومريض فعلا بيصلي جالس، لكن طبعا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران رضي الله عنه عن النبي قال يا عمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. يبقى هنا يجوز يجب عليه ان يكبر تكبيره الاحرام وهو قائم، بعدين مش بيقدر يتحمل القيام فبيجلس على الكرسي، لكن لو كبر جالسا صلاته باطله كانه لم يصل. واي مريض يقدر يكبر تكبيره الاحرام وهو قائم، بدليل انه جاي على عكاز او عكازين او جاي ماشي من البيت، يعني دي لحظه يعني لا تستغرق اكثر من ايه؟ من 5 ثواني. الله اكبر ثم يجلس. هذه مهمه جدا، يعني يجب التنبه اليها. فلا تجزئ فيه من جلوس. احنا بنقول الفرائض مهمه جدا لانه فقد الفرض يبطل الصلاة. فتكبيرة الإحرام فرض والقيام لنا فرض. ولا تجزئ من جلوس ولا في حالة الحناء. برضه في بعض الناس يجي من بره ويلاقي الإمام راكع مثلا الله أكبر. هنا بيقول يبقى لابد ان يستقل قائما، ان يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاه، حديث البخاري، فعليكم السكينه والوقار، فما ادركتم فصل وما فاتكم فات. لكن الشيطان عد بيامر الانسان بالعجله حتى يبطل عليه الصلاه، فيقول الحق الامام هو وراك، فمن لهفته على ايه؟ انه يلحق الامام في الركوع تلقى كبر وهو ايه؟ وهو حامل. لا، يبقى لابد ايه؟ ان يعني يدخل ويقف ثم يقول الله اكبر ويركع. ان رفع الامام قبل ان يركع يبقى كانه لم يدرك هذه الركعه، يبقى يقضيها بعد السلام، وان ادركه فبه. قولنا في الفرض زدناه لإخراج النفل بجواز صلاته من جلوسه، ولكن لو كبر فيه جالسا وقام فأتمه من قيام هل يجزئ وهو الظاهر؟ لأنه يجوز فيه صلاة ركعات من قيام أخرى من جلوس كما قلنا، اللي هو النافلة. النافلة يعني لو كبر وهو جالس ثم قام صحت الصلاة. واستثنى من مقدر تقديره من كل مصلي. يعني هنا قال ايه؟ كأن العبارة والقيام لها في الفرض من كل مصلي إلا لمسبوق. إلا لمسبوق يعني الإمام فاته وركع، وجد الإمام رافعا، سواء مسبوق وركع أو اثنين، وكبر منحطا، كبر وهو حامل، أي حال انحطاطه للركوع، وأدرك الركعة بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائما، فالصلاة صحيحة. المأموم وجد الإمام راكعا، من لهفته في إدراك الركوع كبر وهو منحني.
إما أن هو بدأ من فوق وكملها وهو منحر، أو كبر التكبيرة كلها وهو منحن، يعني حالتين. وبعدين قبل ما الإمام يرفع كان هو حط إيديه على ركبتيه، أدرك الإيه؟ الركوع. فالصلاة صحيحة، وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل، يعني ما فصلش بين التكبير والركوع، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك، يعني ابتدأ التكبير وهو إيه؟ في الانحناء، هذه معنى ابتدأها حال الانحطاط كذلك. بس بشرط إيه؟ قال إذا نوى بها الإحرام أو الإحرام والركوع، يعني هي تكبيرة واحدة، أو لم يلاحظ شيئا منهما، يعني هو كبر لإدراك الصلاة أو لإدراك الركعة، يعني نوى الإحرام أو نوى الإحرام والركوع أو لم يلاحظ شيئا من الإحرام أو الركوع. لكن إذا نوى الركوع فقط بالتكبير يبقى ترك إيه؟ ترك الفرض وهو تكبيرة الإحرام. يبقى لو نوى الركوع فقط بالتكبيرة يبقى الصلاة إيه؟ باطلة، فلا يجزئ كما سئل. طيب بعدين الشيخ قال وإنما، طيب هل هذا لهذا دليل؟ في دليل رواه البخاري عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، دليل المالكية في النقطة دي هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام، يعني لقي الإمام راكع فليصنع كما صنع، يعني يكبر ويركع، يكبر ويركع. طيب الركعة دي اللي هي يعني بدأ التكبير وهو واقف وركع، أو كبر وهو منحني، يعني هل يعتد بالركعة أو لا؟ فالشيخ هنا بيقول وإنما الكلام في الركعة المدركة، هل يعتد بها ولا، يعني هيبني عليها هل أدركها ولا ما أدركهاش، اللي هي فيها يعني خلل، وكبر بعض التكبير واقف وكمل وهو منحني، أو بدأ التكبير وهو منحني. وأشار لذلك الكون، وفي الاعتدال بالركعة المدركة مع الإمام إن ابتدأها أي التكبير حال كونه قائما وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل، يعني أتم التكبير بعد الركوع بعد أن استوى ركع، وعدم الاعتداد بها تأويلان، يعني قولان، بعض أهل العلم قال ما يحسبش الركعة يبني عليها، يعني لا يبني عليها، يعني كان الركعة اللي جاية دي أول الصلاة، لكن إذا بنى عليها هتبقى هي أول ركعة واللي بعديها الثانية، هذا معنى تأويلان، يعني هل يحسبها ركعة أو يلغيها ويبقى كان أدرك من أول التي بعدها، تأويلان. أما لو ابتدأ التكبير حال انحطاطه لم يعتد بها اتفاقا، كما لو شك في إدراكها، كما لو شك في إدراكها، يعني طبعا لو كبر وهو منحط يبقى ترك الوقوف لتكبيرة الإحرام، يبقى ضاع منه ايه؟ ركن. لكن لو ابتدأ وهو واقف
الله أكبر. يبقى ذا كده إيه فيها قولان، يعني يجوز أن يردها ركعة ويكمل، ويجوز أن يلغيها ويبتدئ بالتي بعدها. لكن إذا كبر وهو منحط يبقى إيه ضاع منه القيام بتكبيرة الإحرام، يبقى ما يحسبهاش ركعة، يبتدي إيه باللي بعدها. طيب شك، يا ترى أنا كبرت وأنا واقف ولا كبرت وأنا منحني؟ يبقى برضه يلغيها. ليه؟ لأن الشك برضه ما يبناش عليه. قال لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. العلة دي المعروفة عندنا في الملكية. الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. يبقى لو شك هل كبر وهو واقف وكمل حال الانحطاط، أو كبر وهو منحط، يبقى ما دام شك يبقى يلغي الإيه؟ يلغي. الشيخ التبديل عرض عليه الله، وانظر ما وجهه وما وجه التأويل الثاني، مع أنه أدرك الركعة والصلاة صحيحة، وقد اغتفر للمسبوق تكبيره في هذه الحالة، وكون الانحطاط مما يؤثر في الركعة دون الصلاة مما لا وجه له، والله أعلم حقيقة الحال. الشيخ التبديل رضي الله عنه يعني زي ما نقول تحير في الأمر، يقول له رضي الله عنه طب ما وجهه، يعني ما وجه إنه إذا كبر منحطا أو شك في الانحطاط وعدم يكون يلغي الركعة والصلاة صحيحة. فلو حكمنا بأن الركعة غير مدركة وأنها باطلة لأنه ترك الوقوف في تكبيرة الإحرام مما يؤثر في الركعة ولا يؤثر في صحة الصلاة، هذا أمر طبعا محير. فحتى الشيخ الصوفي الحجر طبعا قال وقد اغتفر للمسبوق، يعني انحناؤهم لإدراك الصلاة مع الإمام، لإدراك الصلاة مع الإمام وإن ألغى الركعة، ويعتبر كأنه وقوف للركعة التي بعدها هو إيه بدل الركعة الأولى، يعني بدل تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى زي ما يقول الشيخ يعني. وقد اغتفر للمسبوق تكبيره في هذه الحالة منحنيا. وبعدين قالوا يعني والفقه مسلم، الفقه مسلم لأنه برضه فيه حديث طبعا اللي هو حديث سيدنا معاذ، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام، يعني فليركع كما ركع. إذا فيغتفر له الانحناء أثناء تكبيرة الإحرام لإدراك الركوع. يبقى هو احتياطا يلغي الركعة وكأنه يبتدئ الصلاة من الركعة التي بعدها. لكن طبعا الإنسان دايما المصلي يجب عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، يعني إلزموا السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإنسان الذي يدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات له ثواب الإيه؟ الجماعة. يبقى ما فيش داعي للإيه؟ للعجلة، مع إن دي بتحصل في الركعة الأولى والثانية. الناس اللي بيتوضوا مثلا وسامعين الإقامة
هو يعني عايز يدرك اول ركعه، اتمنى لو انت حريص على اول ركعه وتكبيره الاحرام يبقى تعالى ايه بكر الى الصلاه، لكن لازم تعلم انك انت ما دام جيت تتوضا على مهلك، لان ممكن برضه الشيطان يخليك تستعجل وتترك لمع في الوضوء، لمح في العقب، لمح في المرفق، ويبطل عليك الصلاه لاجل ادراك الصلاه. يقول لك يا ابن بسرعه تلاقي المرفق ناشف ورجلين من ورا ناشفه ونص وش مش مغسول، ويبقى داخل الصلاه اصلا الوضوء باطل. يبقى ايه الفايده؟ لا، يبقى انت تحسن الوضوء. النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل المسيء إذا أردت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. شوف الكلام، كلمة إسباغ دي معناها تغطية الفرائض بالغسل، هذه الإسباغ. ثوب سابغ يعني طويل إلى آخر الرجلين، يعني مغطيه. فأسبغ الوضوء يعني أحسنه واستوعب الأعضاء، وإلا لو بطل الوضوء لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهو يعجل في الصلاة، يعجل في الوضوء، ويعجل فين؟ في الصلاة، عشان يبتل عليه الاثنين. يعني هو يعني خلي بالك هو ما بيروحش اللي على القهوة اللي بيلعبوا الكوتشينة والدومنة والطاولة ويغلطهم، لا أبدا. دول بالعكس يعني هم الناس يعني متقنين العمل الطبيعي، مش محتاجين له يكلمهم في حاجة. إنما هنا هو وظيفته زي ما قال عليها القرآن، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إن ما كنتش صوتك عنها بالمرة وما يدخلكش المسجد يجي علشان يفسدها عليك. استعجل في الاستبراء والاستنجاء، استعجل في الغسل، استعجل في الوضوء، استعجل في الصلاة، في إدراك الإمام. المهم إيه؟ إنه يفسد عليك العبادة. قال فبعزتك، قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي في صلاة المستقيم، ما قالش هقعد في القهوة ولا في النادي ولا في الشوارع، لا، في صراطك المستقيم عشان أفسد عليهم الصراط المستقيم. أنا أحسن واحد يقول طب ما بتوع القهوة دول ما بيروحوش، ما دول جنوده وتلاميذه وزباينه، يعملوا مشغلين مخلصين مش محتاجين. هو عايز يجيب دول الإيه؟ الملاح دول اللي إيه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد، يدعوهم تعال، لكن دول خشبة. بعد كده إيه؟ رابعها الفريضة الرابعة فاتحة الكتاب. قال الشيخ: وفاتحة بحركة لسان لإمام مفذ، فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا تم بمن يحسنها إن وجده، وإلا ندب فصل بين تكبيره وركوعه، فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعادها، وعمدا بطلت كأن لم يسجد. رابع ركن من أركان الصلاة فاتحة الكتاب، أي قراءتها بحركة اللسان. وإن لم يسمع نفسه، خلي بالك نفهم من هذا أن الذي يقرأ بقلبه صلاته باطلة،
اللي يكبر بقلبه أو يقرأ فاتحة الكتاب بقلبه من غير حركة اللسان صلاة الظهر، خصوصا إذا كان إمام أو فز. يعني في بعض الناس تبص عليه كده وهو بيصلي بكثير تلاقي بوكه ده مخيط كأنه واحد مشال الشفتين، يعني الشفتان مفيش انفراج ولا دجنه بتتهز. ما ده بيعمل ايه؟ تلقى واقف الله ولا شنب ومتحمل. ما بيعمل ايه ده؟ يعني كانه بيقرب القلب. يعني هذا باطل. قال الإمام الشافعي قال إذا لم يسمع نفسه فصلاته باطلة. إحنا عندنا مش مهم يسمع نفسه، يعني أقل شيء حركة اللسان، ولا يشترط أن يسمع نفسه. الإمام الشافعي اشترط إسماع النفس، لأنه هنا العلماء قالوا الفقهاء لا بد من قراءة الفاتحة بجميع حركاتها وسكناتها وشداتها ومداتها لازم. وزاد الإمام الشافعي قال وأن يسمع بها نفسه. على مين؟ على الإمام والمنفذ. الإمام منفذ بيصلي ركعتين أو بيصلي الفرض وحده، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. إذا لم يقرأها بحركة اللسان فصلاته إيه؟ باطلة. لا مأموم، لأن الإمام يحملها عنه دون سائر الفرائض. يعني المأموم يحمل جميع الأقوال ما عدا الفاتحة والسلام. الإمام يحمل عن المأموم جميع الأقوال ما عدا الفاتحة والسلام. يعني طب الدليل عند المالكية، لأن طبعا ورد في الحديث البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة. احنا تأويل المالكية أنه لا صلاة كاملة بالنسبة للمأموم اللي هو بيصلي وراء الإمام. احنا عند المالكية بالنسبة للجهر في الصبح وأول ركعتي المغرب وأول العشاء قراءة الإمام قراءة للمأموم يحملها عنه. الدليل عندنا في وارد في الأثر في الموطأ من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. بعض الناس من الشافعية والحنابلة يعترضوا عليه نحن، يعني يقولوا ليه أنتوا الحنفية ما بتجيبوش قراءة الفاتحة على المأموم؟ إيه دليلكم؟ دليلنا من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. ومعنى ناقصة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، يعني ناقصة السواب، ناقصة الثواب. وكذلك لا صلاة كاملة. لكن وارد طبعا في الحديث في صحيح مسلم ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى ده أمر إيه؟ بالإنصات.
عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري برضو موجود في السنة أنه صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن انتهى من صلاته كان يصلي صلاة جهرية، وبعد أن انتهى من صلاته قال إني رأيت أني أنازع في القراءة. يعني بعض الناس كان يقرأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلا تفعل، فلا إيه؟ فلا تفعل، يعني إذا قرأت فأنصته. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم القراءة مع الإمام منازعة له. وعن سيدنا زيد بن ثابت برضه ده عندنا في الموطأ أنه سئل عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة. سيدنا زيد بن ثابت سئل عن القراءة مع الإمام قال لا قراءة. وعن سيدنا عبد الله بن عمر سئل في الموطأ عندنا برضه هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال لا. قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، وإذا صلى وحده فليقرأ اللي هو الفز المنفرد، إذا صلى وحده يقرأ، لكن إذا صلى وراء الإمام يسكت ينصت. وكان سيدنا عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. دي أدلة المالكية على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. والحنفية زي ما كتبت الحنفية والمالكية لا يقرؤون خلف الإمام لا بفاتحة ولا بغيرها، وإنما عموم قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما الشافعية والحنابلة أوجبوا الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، وقالوا من السنة أن يسجد الإمام بعد الفاتحة مقدار ما يقرأها المأموم، ولكل دليل، فلا يجوز لأحد أن يخطئ أحدا. لكن الجهل اللي بيعملوا مجلات الحوائط في صفة الصلاة يجي يقول لك إيه، وتجب القراءة على المأموم والإمام والفز، ولا يجوز ترك قراءة الفاتحة. أنت بتتكلم خلاص، ما دام في أدلة شرعية وفعلها من هو خير منك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المفروض ما تتكلمش. أنت ما تقولش ده خطأ وده صواب، اسكت. أنت تنقل العلم تنقله بأمان إن كان عندك علم، أما إن كنت من أهل الجهل يبقى اسكت حتى يستبيح الناس منك. العلماء يقولوا كده، إذا سكت من لا يدري استراح الناس. أنت هتأخذ بمذهب معين تأخذه في خاصة نفسك، لكن لا تحمل الناس على رأي واحد أو حديث واحد، لا. ولذلك الشيخ قال فيجب على المكلف تعلمها أي الفاتحة ليؤدي صلاته بها. يعني الواجب من حفظ القرآن الفاتحة، لأنها يعني صلاة كما قال الحديث القدسي في البخاري ومسلم ليس أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد
الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. فهي طبعا يجب على المسلم المكلف أن يتعلم قراءة الفاتحة. إن أمكن التعلم بأن قبله، يعني يكون عنده عقل يقبل التعليم، في ناس عندها عقل لا يقبل التعليم، ووجد معلما ولو بأجرة يجب عليه أن يعطيه الأجرة ولو أن يعلمه، أو في أزمنة طويلة، يعني لو هيحفظ كل يوم آية يجب عليه أن يتعلم، وإلا يمكن التعليم لخرس ونحوه. يعني طبعا الأخرس لا يقبل التعليم لعدم النطق، وغير الخرس اللي هو الذكاء المحدود، يعني تعلمه الآية يسأله بعد دقيقة تجي نسيها، يعني خلاص. وإنما قاسم الله عز وجل لا يعطي، يعني هو ربنا لم يعطه أن يجمع الفاتحة. أو لم يجد معلما، على سبيل الفرض ما لقيش معلم يعلمه هو الفاتحة يبقى معذور. أو ضاق الوقت، طبعا حضر وقت الصلاة وهو لا يحسن الفاتحة، طيب يعمل ايه؟ بل ائتم وجوبا لمن يحسنها ان وجد، يبقى يقتدي بايه؟ بقارئ يحفظ الفاتحة وجوبا ان وجده، وان وجده وتركه وصلى وحده بطلت صلاته. إذا أمرتكم بأمر فاتح ما استطعت، فهنا الاستطاعة في أنه يقدر يأتم بمن يقرأ الفاتح. وإلا يجده، إذا لم يجد من يحسن الفاتحة صلى فذا، يصلي وحده لأن هنا ضاق الوقت ولم يجد معلما ولم يجد من يصلي به، يبقى هيصلي ايه؟ مفرد. اذا تعذر الامر سقط، يبقى هيعمل ايه؟ وندب له فصل بين تكبيره الاحرام وركوعه بسكوت او ذكر، يسكت مقدار الفاتحه، يعني يقول الله اكبر ويسكت مقدار الفاتحه ثم او ذكر، وهو الاول طبعا، لان ورد طبعا في حديث أبي موسى الأشعري في البخاري ومسلم أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أحسن الفاتحة، أو لا أحسن قراءة الفاتحة، فعلمني شيئا أقوله في صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما خمس كلمات خمس كلمات. قال له هذا لله عز وجل يا رسول الله، فماذا لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. قال له هذا لله، يعني الذكر ده علمنا حاجه لي انا كمان. قال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. يبقى هنا الذي لا يقبل التعليم وضاق عليه الوقت ولم يجد من يحسن الفاتحة يصلي به، يبقى هيكبر ويكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مقدار الفاتحة، يعني يقولها أربع مرات كفاية، أربع مرات خمس مرات ثم يركع. شوف يعني الافتراض، افتراض العلماء بيفترضوا المحال، لكن ما فيش حد طبعا لا يحسن الايه؟ الفاتحه. واذا مثلا عجز عن قراءه الفاتحه عند الامام ابي حنيفه اي قران يكفي. ليه؟ لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء في صلاته
ثم اقرأ ما معك من القرآن. قال لو قرأ أي شيء يكفي عن الفاتحة. يعني لو قرأ قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، صلاته إيه؟ صحيحة. الله أكبر. يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الشيخ قال فصل بين التكبير، بين تكبير الإحرام والركوع بسكوت أو ذكر وهو أول. قال ونكر فصل، كلمة فصل يعني ندب فصل يعني بين التكبير والركوع ليشمل القليل والكثير، ولا يجب عليه ان ياتي بذكر بدله، انما له ذلك. فان لم يقدر على التكبير بخاص دخل بالنية وسقط عنه التكبير وسقط عنه القراءه الاخرس. يعني اذا عجز عن التكبير والفاتحه يبقى يدخل بالنية ويسقط مقدار الفاتحة أو أقل ويركع، لأنه إذا تعسر الأمر سقط. طيب حكم الفاتحة، خلي بالك عشان هو ركن غير متفق على ركنيته عندنا في المالكية. ثم إن الفاتحة تجب في كل ركعة على المشهور عندنا، تجب في كل ركعة الأربعة أو الاثنين أو الثلاثة، وقيل تجب في الجل، يعني تجب في اثنين في ثلاثة من أربعة واثنين من ثلاثة، وقيل تجب في الجل. ففي الرباعية تجب في ثلاثة، وفي الثلاثية تجب في ركعتين يعني المغرب، وتسن في ركعة لكن لا كسائر السنة، يعني السنة الواحدة مؤكدة. الاتفاق القولين قول أنها واجبة في الكل أو الجل على أن تركها عمدا أو ترك بعضها عمدا مبطل. يعني لو حد مثلا ترك تكبير، ترك آية يعني بدأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو ترك الرحمن الرحيم عمدا بطلت إيه؟ صلاته. يعني ترك آية واحدة من السبعة مبطل إيه؟ للصلاة. ترك كل ركوع ومأموم. ما المأموم يحرمها لأنه خلص. المأموم لو ما قراش الفاتحة ورا الإمام صلاة صحيحة. ما المأموم عم يجي يلاقي الإمام راكع ويتكبر الورد وصلاة صحيحة. ولم يقرأ الفاتحة. المأموم وقت عليه تكبيرة الإحرام والسلام صلاة. من الأقوال. المأموم يجب عليه تكبيرة الإحرام والسلام. أما الفاتحة يحملها الإمام. طيب حكم السهو في الفاتحة، خلي بالك، فإن سهى عنها يعني قرأ مكانها قرآن ونسي الفاتحة أو عن بعضها، يعني واحد قرأ من أول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ونسي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي تركها أو بعضها سهوا ولو أقل من آية ولم يمكن التدارك، يعني ركع لأن ركع طبعا ما يرجعش ما لم ركع، لأنه ما يرجعش من ركن متفق عليه إلى ركن مختلف فيه، بأن ركع سجد سجود السهو لذلك قبل سلامه، يعني ينسى الفاتحة أو آية منها أو بعض آية يسجد قبل السلام لأنها سنة في ركعة
ولو على القول بوجوبها في كل ركعة، مراعاة لمن يقول بوجوبها في الجل، الذي يقول إنها سنة في ركعة وواجبة في باقي الركعات. هنا بيقول ولا إعادة عليه، ولا إذا تركها في ركعة لا إعادة عليه. فإن أمكن التدارك بأن تذكر قبل الركوع وجب عليه، وإلا بطلت. يعني هو قرأ الفاتحة والسورة ثم قبل أن يركع وينحني للركوع تذكر أنه نسي آية، أول آية أو آخر آية أو آية في النص أو شك، فهنا الشك كاليقين في سجود السهو، في السهو يعني. يعني لو شك يا ترى أنا كملت الفاتحة ولا لا، أو نسيت آية ولا ما نسيتش، خلاص اليقين كالظن. يبقى هنا إيه؟ أو الظن كاليقين، يبقى هيرجع يجيب الفاتحة من أولها ما دام ما ركعش. يبقى إذا لم يركع وجب إيه؟ التدارك، يعني وجب الإتيان بالفاتحة، وجب الإتيان بالفاتحة. فسيسجد بعد السلام ليه؟ لتكرار الفاتحة، الإعادة. ويعيد السورة، يعيد السورة. كركعتين، أي كما لو تركها سهوا في ركعتين، عشان فيه قول برضه إنها سنة في ركعتين، أو في ركعة من ثنائية الصبح مثلا، فإنه يتمادى، ما دام ركعة يتمادى ولا يقطع، وسدد للسهو قبل السلام لأنه نقص، وأعادها، أي احتياطا أبدا على المشروع، يعني يعيدها وجوبا، يعني هو هيعمل بالقولين، القول اللي بيقول إنها سنة في نصف الصلاة يبقى هسجد قبل السلام، ومراعاة للقول بوجوبها في كل الصلاة يعيدها مرة أخرى، يعيد الصلاة أبدا على القول المشهور. لكن تركها في ركعة صلاة صحيحة، يسجد قبل السلام وصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. خلي بالك من السهو في الفاتحة عشان ما تلخبطش، إذا تركتها في ركعة تسجد قبل السلام كأنك نسيت السورة، يعني زي نسيان السورة، بس إيه لو ما سجدتش صلاتك باطلة، يعني مش زي أي سجود سهو، لا يعني زي السورة، السورة مكونة من ثلاث سنة، لكن الفاتحة سنة مؤكدة في ركعة، يبقى لو ما سجدتهاش صلاتك باطلة، سجدت صلاتك صحيحة ولا إعادة عليها. طيب تركتها في ركعتين أو آية من ركعة أو آية من ركعة ثانية، يعني تركت آية من الفاتحة في ركعة وآية ثانية وآية برضه في ركعة ثانية، يبقى تسجد قبل السلام لكن تعيد الصلاة تاني مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة. خلي بالك عشان هي مسألة غامضة شوية. أما قال وإن تركها أو بعضها عمدا ولو ركعة، ولو في ركعة بطلت صلاته كأن لم يسجد، يعني أي كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه، فيما إذا تركها أو بعضها سهوا حتى طال الزمن، زي ترك السورة برضه، ترك السورة بأن ثلاث سنة، يعني تركها سهوا ولم يسجد لها وخرج من المسجد أو جلس في المسجد لكن طال الزمن، يعني ختم الصلاة وقعد مثلا يتكلم أو قعد في مجلس علم
ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو نسي السورة ولم يسجد لها وطال الزمن يبقى الصلاة باطلة. نعم السجود هنا واجب. أيوة ما بيقول لك يعني ليست كسائر السنة، ليست كسائر السنة، يعني هي سورة أو آية منها لكن ليست كسائر السنة. يبقى الفاتحة والسورة عندنا في المالكية إذا لم يسجد لهما إذا تركهما وطال الوقت خرج من المسجد أو طال الوقت في المسجد يعني ختم الصلاة وبعد الصلاة جلس لمجلس علم أو ذكر ثم تذكر يعيد الصلاة من أولها بطل الصلاة. يعني طول الزمن يبطل السجود للسهو. ولذلك نقف على الركن الخامس من أركان الصلاة والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله عليه وسلم.